الشعب متفاجئ بسماع بيبي أن رئيسهم أصيب بسكتة قلبية في سبتمبر 23 من 1955. دويت إيزنهاور رئيس الولايات المتحدة عانى من سكتة قلبية، وبعض الأمراض القلبية انتشرت في عامة الناس. تم استدعاء إلى المستشفى أحد المختصين المعروفين بالجراحة القلبية من بوسطن وبرزت نظريتين. الأولى كانت بقيادة عالم إسرائيلي اسمه إنسول كيز، الذي أعلن أن الدهون هي سبب المشكل، في حين دكتور آخر بريطاني اسمه جون يوتكن يؤمن بأن السكر هو الملام والسبب. إني أشعر بالنعاس. أول ما تسمع واحد عنده السمنة ديما باش تسمع نفس الجملة العجيبة، نحي السكر نحي الخبز ونحي العجين. ديما باش نساقوا في التصنيف متاع الباهي والخايب، الخير والشر، وإذا يتباع فينا ديما نحلوا الأشياء غالبا بالعاطفة، وإذا اللي يخليك تبعد برشا على التحليل المنطقي للأشياء. السلام عليكم، باش نكونوا بخير أصدقاء الأبطال، باش تكونوا في فورم وفي صحة جيدة الناس الكل. مرحبا بكم في حلقة جديدة، وكان أول مرة تتفرج فينا وكان أول مرة تتفرج في القناة بتاعنا، لأننا نحكيو على المواضيع اللي تهم التغذية والسبور بالأسس وبالطرق العلمية. دونك مرحبا بكم الناس الكل، وما تنساش باش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، لأنه هذا يشجع القناة باش نزيدوا نقدموا في المحتوى هذايا ونحكيو في برشا مواضيع أخرى. المتهم بالخيوبية لنا هو السكر الأحادي، اللي نلقاوه في الغلة فيكتوز، واللي نلقاوه في السكر توابع الجلوكوز، والسكر بتاع الحليب اللي هو الجالاكتوز. الباهي هنا هو السكر المركب، اللي نلقاوه في سلسلة أكبر بتاع سكر أحادي لاصقين في بعضهم، كما الشوفان والروز وغيره من الحبوب. لكن لنا فما نقطة مهمة جدا تغيب على البعض، انكم باش يدخلوا للجسم نتاعك باش يتعداو على الجهاز الهضمي ويتم تفكيكهم وامتصاصهم، في الاخر باش يعطينا سكر احادي اللي هو الجلوكوز، وهو المصدر الاول والمحبب للجسم نتاعك نتاع الطاقه. وحتى لو كان انت تتعسف عليه وما توفرلوش الجلوكوز عن طريق الكربوهيدرات، باش يوفروا عن طريق طرق اخرى، طرق موازيه. نقطه مهمه جدا، نقولوا انت خذيت اي منتوج كان، باش تلقى عليه نقولوا 250 غرام من الكربوهيدرات، منهم فقط هي فقط 3 غرامات سكر. حط في بالك اللي جسمك في الأخير 50 غرام من الكربوهيدرات هذوك الكل باش يحولهم إلى جلوكوز سكر أحادي، حبيت ولا كرهت. ولنا مهم جدا أنك باش تحل الموضوع، ديما ما تغزرش من النقبة متاع الباب، حل الباب وادخل. نعرف تو برشا فيكم باش يتنطروا من الكرسي وباش يسبوني في التعليق، لكن أنا نقبل النقد ونقبل الرأي المخالف، ولكن خليني نكمل كلامي للاخر. برشا فيكم باش يقول لك ايه هاك ما حكيتش على جلايسيميك اندكس، هو كان انت ماكش قاعد تتابع في الكوميونتي على انستغرام، مش تكون فاتتك المعلومه هذه لاني سبق وحكيت عليها على الاي جي تي في. دونك ننصحكم الجماعه اللي مازالوا ما همش موجودين معنا في الانستغرام ينضموا للكوميونتي، لاني نحكي في برشا مواضيع اخرى. فزعت مؤشر السكر في الدم هي سرعة تفكيك وامتصاص الماكلة اللي باش ناكلوها وتحويلها إلى جلوكوز كما سبق وقلت في الدورة الدموية متاعنا. المتداول والمعروف إنه الكربوهيدرات وخاصة اللي فيها أعلى نسبة من الجلوكوز عندها أعلى نسبة من المؤشر هذايا، ولكن نرجعوا لحلين الباب متاع الموضوع. أنت كي باش تاكل وجبة متوازنة، وهذا اللي أعتقد قاعدين تعملوا فيه أصدقاء الأبطال بما أنك قاعد تتفرج في القناة بتاعنا، دونك راك لهي بروحك وقاعد تعمل في وجبات متوازنة ومتكاملة. في الوجبة هذه شنو باش يكون؟ باش يكون فيها بروتين، دهون وكربوهيدرات بما فيها الألياف، وهذو مع بعضهم كي باش يهبطوا الجسم بتاعك باش يطيحوا باش يبطوا من امتصاص الوجبة هذه. الألياف بدرجة أولى، البروتين والدهون بدرجة ثانية، باش يخليو المؤشر هذايا ينخفض. حاجة أخرى ما لازمش تغيب عليكم، طريقة التحضير والطهي وحتى المضغان في حد ذاته يأثر على المؤشر هذايا. وكان أنت عندك هوس كبير بالمؤشر هذا، خليني أقول لك اللي السكر توابع عنده أقل مؤشر للسكر في الدم من الخبز القمح الكامل. نتعداو للفزعة الثانية، الأنسولين. واللي يسمع البعض يحكيوا على الهرمون هذايا مخه يقف ويمشي في باله بمجرد ارتفاع الانسولين جسمك باش يخزن الدهون بطريقه اوتوماتيكيه. السكر الابيض يتحول كله شحم في البدن، كله يولي غاز، ما عنده حتى بلاصه اخرى في الجسم. دونك كي نحطوا سكر ابيض راهو مكانه الوحيد هو غاز شحم. لا واثقه من نفسيها مش واخد بالها.
ولكن في الواقع الحقيقة أكثر تعقيد من هذا. الأنسولين يلعب دور البوليس في الجسم بتاعنا، يمشي منا يجي منا، يمشي من غادي يعدل العديد الوظائف، وبالأساس هو تعديل السكر في الدم عن طريق نقل الجلوكوز هذايا للخلايا بتاعنا باش تقوم بدورها ووظائفها الحيوية. يساهم في البناء العضلي عن طريق البروتين سينتسيس، ويقوم بتخزين الطاقة في شكل دهون في الخلايا الدهنية بتاعنا كي نفوتوا احتياجاتنا الطاقية. وهذا هو رأس المشكل بالأساس. الإفراط في الأكل هو اللي بشي يخلي فما إمكانية لتخزين الدهون في الجسم متاعك، ومن غادي فما مشاكل باش تبدأ. يعني أنت في بلاصة أنك تلوم البوليس اللي هو قاعد يخدم في خدمته كي أنت حرقت الفيو ولا عملت إفراط في السرعة، هو قايد لك خطية. بو ساعات ينجم يتعصف عليك، لكن الأنسولين في الحالة متاعنا ما يتعصفش عليك. في بلاصة أنك تلوم فيه، حاول تراجع أنت عاداتك اللي قاعد تقوم فيها، وخاصة الغذائية، وكيفاش قاعد تعيش في نهارك. باهي خليني نمشي معاك في نظرية أنه ارتفاع الأنسولين عن طريق الكربوهيدرات هو السبب في السمنة. إش قولك كان قولك إلي البروتين عنده مؤشر عالي لرفع الأنسولين، وفي دراسات قارنوا فيها الواي بالخبز الأبيض يلقاو أنه الواي يفرز نسبة أعلى للأنسولين بعد الأكل. وحتى في دراسات أخرى يلقاو بوجبة فيها 675 سعرة حرارية نسبة عالية متاع بروتين مقارنة بالكربوهيدرات، تعطي أكثر إفراز للأنسولين من نسبة كربوهيدرات عالية وبروتين منخفضة. زيد نمشي معاك في أنه الأنسولين هو السبب الوحيد للسمنة. يجب تحط في ذهنك أنه المواد اللبنية على الرغم من نسبة الدهون المرتفعة عندها مؤشر أعلى للأنسولين، مثل الحليب في مقارنة بالخبز الأبيض لديه مؤشر عالي لرفع الأنسولين، رغم أنه الخبز الأبيض خاصة معروف بسمعته السيئة لرفع السكر في الدم. وحسب تفسير العلماء هذا راجع للبروتين كما حكينا، وخاصة الأحماض الأمينية والجلوكاجون لايك بيبتايد. أعتقد المشكل هنا هو في الخلط ما بين مؤشر السكر في الدم ومؤشر إفراز الأنسولين. كما شفنا في الأمثلة نجم يكون مؤشر السكر في الدم منخفض لكن يعطينا مؤشر مرتفع للأنسولين، وهذا يهزني اللب الموضوع السياق المتعلق بالماكلة كربوهيدرات أو غيرها. كيف تحطني في زيادة طاقية وتخليني نفوت احتياجاتي، من غاديك باش يزيد الوزن بتاعي وتبدأ تتعكر الأمور. ومش زعمة باهية اللي هي مركبة، أو زعمة خايبة وحادية، لأنه في أكثر من دراسة بنظام غذائي يعتمد على استهلاك أقل سعرات حرارية بنسبة عالية متاع كربوهيدرات. في دراسات هذم حتى بتغيير نوعية الكربوهيدرات من مركبة لأحادية مع الالتزام بنفس السعرات نلقاو خسارة وزن، وما فماش حتى اختلاف في التركيبة الجسمانية. هذا يزيد يأكد اللي تجم تخسر وزن حتى بتناولك للكربوهيدرات بمختلف أنواعها. المهم الالتزام باستهلاك السعرات الحرارية المناسبة. نجيو الأهم فزعة في الموضوع متاعنا. السكر هو السبب المباشر لمرض السكري من النوع الثاني. American Diabetes Association، Diabetes UK، جوسلين دايبيتيس اسوسيشن. المنظمات هذه الكل تسهر على ارشاد المرضى متاعها، ياكدوا ان السكر ليس السبب في المرض هذا، او خليني نكون دقيق اكثر، السكر ليس السبب المباشر للمرض هذا، لانه الحكايه مربوطه برشا حاجات اخرى. هو صحيح كي باش تسمع تقول مرض سكري سكر، الحكايه مربوطه ببعضها، هذا تفكير منطقي، ما نجم نلوم حتى حد على الحكايه هذه، الاسم على المسمى كما نقولوا، لكن عندنا برشا حاجات في حياتنا وخاصه في تونس ماهيش اسم على مسمى. براد نسخنوا به، صانع محتوى ما يصنع في حتى محتوى. كما فسرت في اول فيديو، السكر او خلينا نكونوا دقيقين الجلوكوز حاجه اساسيه للجسم نتاعك، وجسمك تخلق باش يمشي بها. كما الكهرباء كي صنعناها باش يمشي بالمازوت. يعني ارتفاع الانسولين حاجه طبيعيه وما تلوموش عليها. وارتفاع الانسولين ما يجيش فقط من اكل السكر، يجي من حاجات اخرين، وهذا حكينا فيه زاد. تعملت العديد من الدراسات في الموضوع، منها ميتاناليسس في 2016 تتكون من 15 دراسة وعلى أكثر من 251 ألف عينة باستهلاك نسبة عالية للسكروز والفريكتوز والسكر عامة. وكما تشوفوا نلقاو لما فماش تأثير كبير ومباشر للسكريات على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. صحيح فما دراسة اعطت انه استهلاك مشروبات محلات كيما الغازية وانواع العصائر اللي تتباع زعمة غلال نلقاو فما زيادة في الوزن باستهلاك اكثر سعرات حرارية، هو اللي كان سبب في تسريع خطر الاصابة بمرض السكري.
ولنا خلينا نحط صبعنا على رأس المشكل. صحيح الكربوهيدرات وخاصة الأحادية باش تخليك تاكل أكثر، ولأنه بكل بساطة هي بنينة وباش تخلي عندك نهم كبير باش تاكل أكثر سعرات حرارية حتى ما غير ما تشلق بروحك. نزيدوا على هذا قلة الحركة والعادات الغير صحية كما الدخان والمشروبات الكحولية، هذا الكل مع بعضه باش يسرع من إمكانية تعرضك لعديد من الأمراض ومنها مرض السكري من النوع الثاني. شوف أصدقائي الأبطال، ما نحبش تفهم كلامي كأني قاعد نشجع على أكل السكر، لا مش هذا المقصود بالفيديو اللي عملتها. اللي حبيت نقوله أنه باش تلقى جماعة من طرف هذا تلقاهم يخوفوا فيك بالكربوهيدرات أو السكر باش يبيعولك حاجات مقابل الخوف اللي صنعهولك من الكربوهيدرات، ومن الطرف الآخر باش تلقى زادة جماعة أخرى يخوفوا فيك من اللحوم والمواد اللبنية باش هما زادة يبيعولك حاجات أخرين بك الخوف اللي هما صنعهولك. أنا نحبك في الوسط، نظام غذائي متوازن وصحي، معظم السعرات الحرارية متاعك تكون متأتية من البروتين والبقية تقسمها ما بين كربوهيدرات ودهون صحية باش توفر لك أكثر ما يمكن عناصر غذائية اللي تستحق لها. وكان فما حاجة بنينة، هذا لا يفسد للود قضية ما داب أنت المتحكم الأول في رغباتك، رغباتك الكل أكيد. مع الانتباه والتحليل حسب وضعيتك والسياق اللي أنت تحب تخدم عليه، وما تمشيش فيك التعصب متاع تيم فيجن تيم كيتو والحاجات اللي تبدأ طالعة الناس الكل تنجز عليها بوه على أخوه. تجم تكون مشيت مع إكس مش بضروري مش تمشي مع جريك، كان أنت لقيت راحتك ولقيت حاجات تلوج عليها في الأنظمة هذه ولقيت روحك تجم تمشي فيها لمدة زمنية أطول، ما فما حتى مشكلة مع الأنظمة هذه، ما عندي حتى مشكلة مع الأنظمة الغذائية هذه. تجم تكون عندها البلاصة متاعها، وخاصة مش يكون عندها نفس الهدف انك تنقص في السعرات الحرارية متاعك. وخاصة اصدقاء الابطال ردوا بالكم، زادة من افضل نظام غذائي في العالم، ما فماش افضل نظام غذائي في العالم، فما افضل تعامل غذائي يتماشى معك انت ومع صحتك، وخاصة يتماشى مع صحتك النفسية. يلا سلام. سكر احادي لانه هو السكر الاول، ومش سكر لانه هو المصدر الاول. شو محليك تويك كي تعمل هكا نزل على كل صباع هكا، ولا تعمل سبسكرايب ولا تخلي كومنتير برا عاد كنت برتاجيها مع أصحابك. قصة عشق باش تولي وباش نكبروا هكا مع بعضنا، باش نحبوا بعضنا أكثر. والله في الدم من السكر مش من السكر.